شهد الرئيس السيسي ورئيس أوزبكستان في قصر الاتحادية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا. أكد خلاله الرئيس السيسي أن مصر أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991، وأضاف الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق مع الرئيس الأوزبكي على التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب عقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي. كما جدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده في معاهدة ستارت لتخفيض الأسلحة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وأن الدول الغربية تريد نقل الصراع المحلي في أوكرانيا إلى مرحلة أكبر، مضيفا أن مسؤولية التحريض على المواجهة والضحايا تقع على عاتق الغرب ونظام كييف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 500 جندي أوكراني خلال 24 ساعة الأخيرة وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور. وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع أنه تم تدمير أنظمة مدفعية ودفاع جوي أمريكية واستهداف مستودع ذخيرة وصاروخين تكتيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. ناقش مركز معلومات مجلس الوزراء اتجاهات الصناعة ضمن إعداد دراسة حول سيناريوهات التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي في 2023 و2024. وقال المركز إنه تم الاتفاق على أهمية خطوات دعم التحول الرقمي في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير والتركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المصري، فضلا عن طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين وتشجيع توطين الصناعة في مجالات عديدة، مع أهمية نظام الرخصة الذهبية في تشجيع الأنشطة الصناعية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي. ومن جانبه أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد.